بعضنا الآن مشاهدينا وجولة مع صاحبة الجلالة وقراءة سريعة في صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم ما بين منشطات وعناوين. أصحابنا في هذه القراءة في صحافة الخميس الأستاذ محمود مفادي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. صباح الخير. صباح الخير صباح الخير يا أستاذ محمود. ورغم أنك من جريدة الجمهورية بس هنبدأ لك من جريدة الأخبار اللي عنوانت صفحتها الأولى بعنوان بيقول مجلس الوزراء يعلن الإخوان منظمة إرهابية وعقوبة جريمة الإرهاب لكل من يشترك في نشاط الجماعة أو يروج لها أو يرفع شعرها. الأخبار أيضا بتقول في عناوينها الحكومة تعتذر للشعب عن التأخر في القرار وتكليف الشرطة بحماية الجامعات والطلاب. تعليق. وفي الحقيقة طبعا هذا القرار يعني زي ما الحكومة اعتذرت والقرار اتأخر، ده كان قرار مفروض منذ 30 يونيو أو من يوم 3 يوليو، لأن هذه الجماعة كل الممارسات اللي عملتها على الأرض من يوم 22/6 كمان، هي بدأت من 22/6 موضوع التصعيد والاعتصامات والتمهيد والكلام عن الشرعية وكده، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه، وأصبحت هذه الجماعة هي الممول والمحرض الرئيسي لكل جماعات العنف والإرهاب في مصر. هذه الجماعة هي التي سمحت لمصر في الفترة الأخيرة مرحلة سيولة لاحتضان أكثر من 116 عضو من تنظيم القاعدة أصبحوا الآن داخل الأراضي المصرية، وده راجع إلى قرارات العفو اللي أصدرها الرئيس المعزول بناء على طلب من التنظيم الدولي. التنظيم الدولي أعد قوائم وأرسلها لمكتب الإرشاد، ومكتب الإرشاد أبعتها للرئاسة وصدرت قرارات العفو. ما كناش منتظرين حادثة زي حادث مديرية أمن الداخلية عشان نصدر هذا القرار، لكن هنقول الأمور خلاص انتهت. النهاردة بقى الفكرة في التنفيذ الجاد لهذا القرار. أنا لا يكفيني مجرد قرار يصدر للاستهلاك المحلي أو لتصدير مشهد، ولكن هذا التنفيذ لابد يطبق المادة 86 الخاصة في قانون العقوبات بقضايا الإرهاب على كل من يتظاهر باسم الإخوان أو حزبها الحرية والعدالة، يعتبر في حكم الإرهابي ويعامل معاملة الإرهابي، وتفوض الشرطة وسلطات الضبط القضائي فأن تطبق ما تتعامل به مع الإرهابي مع مثل هذه التظاهرات والفعاليات. دي قضية أصبحت حاسمة الآن. أنا يعني الأمر الثاني، أنا عندي معلومات إن عشان يبقى في تصعيد عربي ضد الجماعة وتصعيد دولي في اتصالات بدأت من الأمس مع بعض الدول العربية مع الإمارات والسعودية والكويت والأردن والبحرين لعقد اجتماع عاجل وطارئ في القاهرة يضم وزراء الخارجية والداخلية والعدل العرب لمراجعة اتفاقية مكافحة الإرهاب واعتبار هذه الجماعة جماعة إرهابية والضغط على أي دولة تستضيف أعضاء هذه الجماعة وخاصة قطر ومطالبتها بإعمال بنود الاتفاقية. يعني النهاردة لابد إجراءات صارمة، إذا لم نتخذ إجراءات صارمة هيبقى هذا القرار محلك سر ولن نجح. يعني في دول يمكن الضغط عليها مثل قطر عن طريق الدول العربية، ولكن ما هو قولك مثلا في حاجة دول زي بريطانيا زي ألمانيا اللي بتضم الهيدكوار المقر الرئيسي؟ احنا لو بدأنا بالبيت العربي هنقدر نصعد الأمر بالبيت الدولي والمجتمع الدولي. نعم. لو قدرنا نوفر إرادة عربية قوية وتصدر بيان شامل من مثل هذا الاجتماع ومن أمانة الجماعة العربية ويطلع وفد ويتم تفويض وفد عربي من خمس وزراء يسافر للأمم المتحدة ويسافر للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لإبلاغهم بهذا القرار هنقدر نجيب نتيجة، بس المهم نبدأ عربيا. يعني نبدأ عربيا، لو بدأنا عربيا وطلع هذا القرار من مقر الجامعة العربية ان الدول العربية بتؤيد ما صدر عن مصر تنفيذا لاتفاقية مكافحة الإرهاب ويتعمل ملحق ليها فيها ملاحق لاتفاقية مكافحة الإرهاب في ملحق الدول المنظمات الإرهابية زي الملحق اللي بصدر عن الخارجية الأمريكية كل سنة فيها 66 منظمة إرهابية، لأن لغاية دلوقتي أمريكا حتى الجماعة الإسلامية ضمن المنظمات الإرهابية لكنها لم ترد اسم الإخوان المسلمين ضمن المنظمات حتى هذه اللحظة. وهذا علامة استفهام كبيرة جدا. طبعا عايز السنة احنا فكنا هذه العلامة وفكنا الشفرة بتاعت العلاقات الامريكية مع الاخوان، لكن احنا نبدأ عربيا. لو بدأنا عربيا وفعلنا هذا القرار وفعلنا اتفاقية مكافحة الارهاب وعملنا ملحق ليها ودرجت فيها اسم جماعة الاخوان ضمن الجماعات الارهابية اصبح هذا القرار ملزم لجميع الدول العربية، ثم ننتقل الى المجتمع الدولي لمطالبته بتاع
متفقين لنفس القرار. طيب مش عايزين نتوقف عند هذه النقطه كثيرا، ولكن يعني تعليقك ايه استاذ محمود ان جماعه الاخوان نفسها اصدرت بيان بتدين فيه يعني في عده مواقف ادانت الاحداث الارهابيه دي وقالت انها ما لهاش علاقه بيها؟ بس احنا ما عندناش حاجه اسمها جماعه الاخوان دلوقتي. يعني من بس عندنا حزب حريه عدالة احد تنظيمات الاخوان والذريعه السياسيه وجماعه ارهابيه، هو يكاد المريض ان يكون خزمي، يعني يكاد البيانات ديت انا لا اعتد بها كثيرا ولا اقف عندها كثيرا، لان احنا اعتدنا كثيرا على منظمات ترتكب جرائم ثم تصدر البيانات، واحنا لينا الواقع على الارض، اللي احنا شايفينه بعينينا على الارض بيؤكد ان الجماعه بتدين ولا بتشيد. ما صدر على شبكات التواصل اطلاع من شماته في الشهداء الذين سقطوا في مديريه الامن، اليس هذا كافيا؟ ما رايناه اثناء تشييع الجثامين وان بعض الناس طلعت ترفع اشاره رابعه وتلوح باشاره رابعه وبشاير النصر اللي حققته في هذه المديريه وما كتب، اليس هذا كافيا؟ انا لا انتظر منه هذه البيانات، لان هذه البيانات بيانات مضلله وبيانات لا تحقق اي نتيجه، وبالتالي هذه انا شخصيا لا اعتقد ان الجماعه تسمى جماعه الاخوان ولا حزب حرادان، ويجب تنفيذا لهذا القرار المقرات التي تستخدم لتحالف دعم ما يسمى بالشرعيه ومنها مقر حزب العمل في جرب نسيت يجب ان يغلق وينفذ عليه لوائح الارهاب. ما هو تداعيات القرار ده لازم بدا تطبيق، وانا اعتقد الحكومه امبارح وجلس امن بدات تطبيق صارم وقبضت على 36 واحد من القيادات الاخوان اللي كانوا هاربين، منهم بعض النواب في المنيا ومنهم نجل امين جمعه نائب المرشد اللي هارب في لندن، يعني بدا التفعيل لهذا القرار. فهذا امر يجب تطبيقه بجد وبحسم، لا يجب ان نرى يوم الجمعه غدا ما كنا نراه في الجمعه الماضيه، يجب ان تكون هناك مواجهه حاسمه، وكل من يخرج يرفع شاره رابعه او يرفع اسم الحريه والعداله او يرفع اسم الاخوان هو ارهابي ويتعامل بمنطق الارهابي، قانون الارهاب بيعاقب اللي بيكتب هيصدر يعني والماده 86 لو حد كتب مقاله فيها تحريض على الارهاب يطبق عليها الماده 86 زي اللي بينفذ عمليه ارهابيه. لا يختلف هذا عن ذاك، وبالتالي نحن نريد اليات فعاله وتطبيق صارم وتفويض اكبر لرجال الشرطه وتسليحهم اكثر وتمكينهم من السيطره على الامن والاستقرار، لان كل ما اقتربنا من استحقاق 14 يناير الخاص بالساعة الدستور هم يريدون ان يعطلوا هذا، لان الساعة الدستور هو الضربه القاضيه لهذه الجماعه. احنا ما حدث قبل ذلك كانت ضربات قويه، لا يعني قصمت زعرها ولكنها بتريد ان تتعافى وتقف مره اخرى. الدستور والتصويت عليه بنعم وباغلبيه كاسحه هو الضربه القضيه، وهي تعلم هذا، ولذلك هم يسعون الى تصعيد العمليات الارهابيه، لا يريدون ان نصل الى الاستحقاق الدستوري، ولكن هذا لم يحدث، لان ما رايناه في المنصوره عقب هذا الحادث كان ابلغ رد وابلغ دليل على ان الشعب المصري سيخرج ليقول نعم للدستور. طب تعليق اخير على موقف حزب النور اللي هو بيقول قرار متسارع، حزب النور ما نقدرش نقول الا انه احد المشاركين في مسيره خريطه الطريق و30 يونيو ايضا هو شايف ان القرار متسارع، يعني لو كل القوى وجماهير الشعب بتقول القرار ده اتاخر وحزب النور بيقول متسرع يجب ان انحازل مين؟ لا مش انحياز، تعليقك على اولا حزب النور ما زال حتى الان يمسك العصا من المنتصف وعنده من مجموعه من الانشقاقات من الناس، ان حزب النور يعني كثير من اعضائه كانوا في جماعه الاخوان وبدات النهارده انشقاقات زي انشقاقات خالد سعيد وغيرهم، ولذلك هو يغازل ويخاطب اعضائه ولا يخاطب غير مصر، وحزب النور يجب ان يكون واضحا ولغه خطابه السياسي صريحه، انت اما مع خريطه 30 يونيو اللي وقفت فيها وايدتها، واما انت لك موقف اخر، وبالتالي حزب النور عليه ان يحدد موقفه بوضوح وبصراحه، هذا القرار الجميع يقولون انه قرار متاخر، فاذا كان حزب النور يكون متسرع فهذا رايه وهذا شانه. طب ناخد عنوان اخر من جريده الاهرام، الجيش بيواصل حملاته ضد سلول الارهاب واحباط محاوله حمسويه لتفجير احد المواقع الامنيه في سيناء وتدمير سته انفاق على حدود وضبط كميات من السجائر المسرطنه. بص الحقيقه الوضع في سيناء بقى وضع مريح نسبيا كثيرا جدا.
يعني الخط البياني في مواجهة الإرهاب على أرض سيناء، الجيش وقوات الأمن حققت نجاحات كبيرة في الفترة الماضية، ويمكن ده ظهر رد فعلها في الحادثة بتاعت مدير أمن الدالية، لأن بعض العناصر اللي قدرت تتسلل في مرحلة ما أو بعض الخلايا النائمة أرادت أن تضغط على الجيش بأن ترتكب عمليات داخل القاهرة بعد خلية تضييق مدن الدلتا. وبالتالي الجيش يعني العمل الذي يتم في سيناء منذ أسابيع بدأ يحقق ثماره. نحن نسمع يوميا عن القبض على عناصر تكفيرية، قتل عناصر تكفيرية، اكتشاف أنفاق وتدميرها. الأمور في سيناء تتجه إلى التحسن الكبير. لا أحد يتحدث حتى الآن أن الدراسة في شمال سيناء عندما استؤنفت مازالت مستقرة ولم نسمع أي مشاكل لها، وكان أحد التحديات الكبيرة، ولولا ما يفعله الجيش ما حدث ذلك. نسمع عن مبادرات من البدو وأهلنا في سيناء بتسليم الأسلحة والإرشاد عن أماكن التكفيريين. فسيناء يعني الأوضاع فيها تتجه إلى التحسن نسبيا. الأمر الخطير هو استمرار حماس أنها ما زالت تسعى إلى إثارة القلاقل والتوتر والفوضى على أرض سيناء، وتدفع ببعض عناصرها، وهم يكذبون رغم كل ما يرددونه، ولكن بين على من ادعى. نحن أمامنا عناصر تم القبض عليها مثل عنصر خميس ده امبارح، راجل بينتمي الحماس، لأن أبو مرزوق من حوالي كام أسبوع قال إنه